بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. ويستمتع منها بما دونه، وإذا انقطعت سبق هذا، قلنا إنه يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. إذا انقطع الدم ولم تغتسل فإن هذه الأحكام باقية، الأحكام التي منعت منها تكون باقية، إلا شيئان أو إلا شيئين. الصيام فلها أن تصوم، إذا انقطع دمها لها أن تصوم ولو لم تغتسل، تغتسل بعد ذلك. كذلك الطلاق يباح له أن يطلقها إذا انقطع دمها، لأنها بذلك خرجت من الحيضة، فيباح له أن يطلقها ولو لم تغتسل. هذا معنى قوله لم يباح غير الصيام والطلاق. وأما بقية الأحكام من جماع ونحوه فلا بد من الاغتسال، لا يجوز لها الصلاة حتى تغتسل، لا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل، لا يجوز لها أن تطوف بالبيت حتى تغتسل، وذلك لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع دم الحيض. فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأباح للزوج أن يجامع زوجته إذا اغتسلت من الحيض، فدل على أنها قبل الاغتسال لا يجوز له أن يجامعها، وبالله التوفيق. ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في باب الحيض، عند قوله والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لما ذكر المؤلف فيما سبق أقل مدة الحيض ومتوسطها وأكثرها، عاد إلى الكلام على ذلك فقال المبتدأة يعني التي بدأها الحيض، المرأة الصغيرة التي بدأها الحيض، بلغت سن المحيض ونزل عليها الحيض لأول مرة، هذه المبتدأة. تجلس أقله يعني يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم ينزل عليها، فإن انقطع لأكثره فما دون أكثره يعني 15 يوم اغتسلت عند انقطاعه أيضا مرة ثانية، فإن تكرر 3 ففحيض. إذا تكررت مدته هذه التي نزل فيها الدم 3 مرات تقرر أنه حيض، وتقضي ما وجب فيه يعني مما تركته فيما سبق، مما هو قال تغتسل وتصلي، فمعناه أن صلاتها غير صحيحة، وكذلك الصيام يريد منها أن تصوم، لكن صيامها يكون غير صحيح فتقضيه، تقضي الصوم تصومه مرة ثانية. هذا معنى كلامه، ولكن هذا الكلام فيه حرج ومشقة ولا دليل عليه، والصواب
أن المرأة المبتدأة وغيرها تجلس مدة الحيض، ما دام عليها الحيض فإنها تجلس وتعتبر حائضا من أول مرة ولا يشترط التكرار، إلا إذا تجاوز أكثر الحيض فحينئذ يحكم بأنه استحاضة. أما ما دام أنه انقطع دون أكثره فإنها تعتبره حيضا ولو من أول وهلة، وتعتبره حيضا تترتب عليه أحكام الحيض، لا يسع النساء إلا ذلك. نعم. قال: فإن تكرر ثلاثا فحيض وتقضي ما وجب فيه. بينا هذا. نعم. وإن عبر أكثره فمستحاضة. إن عبر أكثره 15 يوم فإن ما زاد على 15 يعتبر استحاضة، والاستحاضة نزول الدم في غير أوقاته المعروفة، والاستحاضة يقولون تخرج من عرق في أدنى الرحم يقال له العاذل، ويسميها بعض الناس بالنزيف، سميها بعض الناس بالنزيف، هذه استحاضة وليست حيضا، تأخذ أحكام الطاهرات فيها فتصلي وتصوم وتعمل ما أوجب الله عليها فيها في فترة الاستحاضة. والاستحاضة كما ذكر هنا فيما زاد عن 15 يوم، أما ما كان من 15 فأقل فإنه يعتبر حيضا. فهذا هو فاصل ما بين الحيض والاستحاضة، الحيض يبلغ إلى 15 يوم، والاستحاضة ما زاد عن 15 يوم. فماذا تعمل إذا أصبحت المرأة مستحاضة واستمر معها الدم؟ فماذا تعمل؟ نعم. فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة. نعم، هذا ما تفعله المستحاضة التي أطبق عليها الدم، فهذه لها 3 حالات كما ذكر هنا وكما ذكر أهل العلم، 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون بعض دمها فيه صفات الحيض، بأن يكون أسود أو ثخين أو منتن، وبعضه الآخر ليس فيه هذه الصفات، هذه تسمى بالمميزة، تجلس ما يحمل صفات الحيض وتعتبره حيضا، وأما الدم الذي ليس فيه صفات الحيض فإنها تعتبره استحاضة، تعتبره استحاضة. لكن يشترط في هذا المتميز الذي تجلسه أن لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره، على أكثر الحيض، فيكون حيضها. هذه الحالة الأولى، إذا كانت مميزة فإنها تعمل بالتمييز وتعتبره حيضا، وما زاد عنه تعتبره استحاضة. يعني مميزة بين دم الحيض وغيره؟ المميزة بين دم الحيض ودم الاستحاضة. نعم. الحالة الثانية لا يكون لها تمييز، فالدم عندها سواء لا يختلف، فهذه ماذا تعمل؟ هذه تجلس غالب الحيض، تجلس هذه التي ليس لها تمييز، هذه تجلس عادتها إن عرفتها، يعني كان لها عادة من قبل متقررة تعرفها، ثم طرأ عليها الاستحاضة وأطبق عليها الدم، هذه تجلس عادتها التي كانت قد عرفتها من قبل، وهذه تسمى بالمستحاضة المعتادة، المعتادة هي صاحبة العادة المعروفة، فتجلس عادتها سواء كانت يوم وليلة أو 7 أيام أو 6 أيام أو 15 يوم، عادتها. الحالة الثالثة ألا تكون مميزة ولا تكون لها عادة،
فهذه تجلس غالب الحيض، تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، لأن النساء في الغالب يحضن في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، فتأخذ تجلس غالب الحيض وهو 6 أيام أو 7 أيام. فتبين من هذا هذه الأمور الثلاثة: المستحاضة التي أطبق عليها الدم، فهذه إن كانت مميزة بين دم الحيض وغيره بمعرفة صفات دم الحيض فإنها تجلس الدم المتميز وتعتبره حيضا، وفي غيره تصلي، وفي غيره تصوم وتصلي وتغتسل وتصوم وتصلي وتعتبرها طاهرة. نعم. الحالة الثانية إذا لم تكن مميزة فإنها تجلس عادتها التي كانت تعرفها. الحالة الثالثة إذا لم يكن لها عادة أو لها عادة ثم نسيتها، فهذه تجلس غالب الحيض من كل شهر 6 أيام أو 7 أيام. وكل هذه الأحوال الثلاث وردت فيها الأحاديث الصحيحة، وأفتى بها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من النساء اللاتي أصبنا بالاستحاضة، فأفتى بأن تجلس التمييز، وأفتى بأن تجلس العادة، وأفتى بأن تجلس غالب الحيض، وذلك يختلف باختلاف النساء. نعم. قال: وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر، والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. هذا ذكرناه فيما سبق، إلا أنه هنا قدم جلوس العادة على التمييز، فالمرأة تأخذ بعادتها المعروفة، فإن لم يكن لها عادة تجلس التمييز، فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر. نعم. وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. هذه المتحيرة التي ليس لها، نسيتها، ماذا يقول؟ وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. نعم. إذا عرفت عدد أيام الحيض لكن نسيت موضعه من الشهر، نسيت موضعه من الشهر، ما تدريه في أوله أو في آخره أو في وسطه، لكنها تعرف أنها تحيض مثلا 5 أيام، لكن نسيت هذه 5 من أول الشهر أو من وسطها أو من آخره، يقول تجلسها من أوله، من أول الشهر. نعم. ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3 حيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته. من زادت عادتها عن الأيام التي كانت تعرفها فإنها الصحيح أنها تنتقل إليه ولو لم يتكرر، تعتبر الزيادة من الحيض ما دامت لا تتجاوز أكثر الحيض، لأن عادة المرأة يمكن أن تزيد فتجلس، إلا إذا استمرت الزيادة وخرجت عن أكثر الحيض، فما خرج عن أكثر الحيض يعتبر استحاضة، هذا إذا زادت. كذلك إذا نقصت أيام العادة وطهرت فإنها تغتسل وتصلي، لأنه قد انقطع عنها الدم، يمكن أن حيض المرأة ينقص أحيانا، فإذا انقطع ولو لم تكمل أيامه فإنها تعتبر طاهرة، تغتسل وتصوم وتصلي، لأن الحكم يدور مع علته،
أو تقدمت عادتها أو تأخرت تنتقل إليها. مثلا فرضنا أن من عادتها أنها تحيض في آخر الشهر، لكن تقدمت صارت في أول الشهر تنتقل إليها، أو العكس كان من عادتها أنها تحيض أول الشهر ثم انتقلت إلى وسط الشهر أو آخر تنتقل إليها، لأن الحكم يدور مع علته وهي لا تستطيع أكثر من ذلك. نعم ما يكون خلنا أدري لكن والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. نعم المرأة إذا جاءتها كدرة وهي لون يسير أو صفرة في زمن العادة فإنه يعتبر حيضا ولو كان كدرة أو صفرة أو دما خفيفا، ما كان في أيام العادة من أنواع الدماء الخفيفة أو الثخينة فإنه يعتبر حيضا. وأما إذا استكملت العادة وانقطع دمها واغتسلت ثم جاءها كدرة أو صفرة بعد تمام العادة فإنها لا تلتفت إليها، لقول أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فدل على أن الكدرة والصفرة في زمن الطهر تعد شيئا وتعتبر حيضا. نعم. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. هذا الحيض المتقطع، إذا جاءها الدم في فترة 15 يوم، يوم ترى دم ويوم ترى طهر، فهذه تعتبر الدم حيض تجلس له، وتعتبر الطهر طهرا تصلي فيه، تغتسل وتصلي فيه، فيوم تجلس، يوم تكون حائضا تجلس، ويوم تعتبر طاهرا وتصلي، ما دام أن هذا في نطاق أكثر الحيض. فإن تجاوز أكثر الحيض فما زاد عنه فإنها لا تلتفت إليه وتعتبره استحاضة. نعم. والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل. هذه أحكام المستحاضة تختلف عن أحكام الحائض. المستحاضة تصوم وتصلي لأنها طاهر، ولكن يشترط للصلاة أن تستنجي وتنقي المخرج ثم تضع عليه شيئا حافظا ثم تتوضأ عند كل صلاة، تفعل هذا عند كل صلاة. وأما الاغتسال فيكفي أن تغتسل عند انقطاع ما يعتبر حيضا، عند انقطاع ما يعتبر حيضا كما سبق تغتسل مرة واحدة، ولا تكرر الاغتسال لكل صلاة من باب الوجوب، وإن فعلته من باب الاستحباب والاحتياط فحسن. إنما الذي يجب عليها لكل صلاة هو الاستنجاء والتلجم بشيء يمنع الخارج ثم الوضوء ثم تصلي، هذا لكل صلاة، وتصلي في الوقت فروضا ونوافل، فإذا خرج الوقت ودخل وقت الثانية فلا بد من إعادة الاستنجاء والتلجم وإعادة الوضوء لكل صلاة. نعم. ولا توطأ إلا مع خوف العنت، ويستحب غسلها لكل صلاة. وكذلك يباح لزوجها أن يطأها لأنها غير حائض، والله إنما حرم وطئ الحائض. أما المستحاضة فإنها في حكم الطاهرات، فيباح لزوجها أن يطأها، لكن يقول هنا يكره من باب التنزه، والصحيح أنه لا يكره لأنها تعتبر طاهرا. وأما استحباب الاغتسال لكل صلاة فهذا سبق الكلام عنه. نعم.
وأكثر مدة النفاس 40 يوما. انتهى من أحكام الحيض، انتقل إلى النفاس. النفاس هو دم ترخيه الرحم للولادة، هذا هو النفاس، دم ترخيه الرحم للولادة. هذا أيضا له أحكام الحيض، من حيث أن النفس لا تجوز لها الصلاة ولا الصيام، ولا يجوز لزوجها أن يجامعها، ولا يجوز لها أن تمس المصحف، ولا أن تجلس في المسجد، فهي مثل الحائض تماما، ولا يجوز. نعم، فالنفس لها أحكام الحائض، إلا أن مدة النفاس أكثر من مدة الحيض. النفاس يعتبر إلى 40 يوم، أكثر النفاس 40 يوما. فإن تمت 40، فإن أتمت 40 ولم ينقطع دمها، فإنها تغتسل وتصوم وتصلي بعد 40، لأنه لا نفاس بعد 40. فإذا استمر بعد 40 فهذا دليل على أنه نزيف وليس نفاسا، هذا أكثره، أكثر النفاس. ولا حد لأقله، لا حد لأقل النفاس. فمتى طهرت أثناء 40 وانقطع دمها فإنها تعتبر طاهرا، تغتسل وتصوم وتصلي ويجامعها زوجها، هذا قبل 40 إذا انقطع دمها. إذا انقطع دمها، لأنه لا حد لأقل النفاس. ومن النساء من ليس لها نفاس، من النساء من تلد ولا ينزل معها دم، فلا حد لأقله. نعم. قال: ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، هذا ذكرناه. نعم. ويكره وطؤها، قلنا إن انقطع قبل 40 اغتسلت وصلت وصارت طاهرة، وإن استمر بعد 40 اغتسلت وصامت وصلت واعتبرت نفسها طاهرة بعد 40 ولو كان عليها دم. نعم. ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهير، إذا انقطع دمها أثناء 40 وقلنا تعتبر طاهرا، تصوم وتصلي، تغتسل وتصوم وتصلي، إلا أنه يكره لزوجها أن يجامعها، لأنه يخشى أن يعود عليها دم النفاس، من باب الاحتياط. وإلا فوطؤه لها جائز، لأنه إذا جازت لها الصلاة والصيام جاز الوطأ. نعم. فإن عاودها الدم فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتصوم وتقضي الواجب. الصحيح أنه إذا عاودها الدم خلال 40 فإنه يعتبر دم نفاس، فتجلس فيه وتترك الصلاة والصيام، ولا يجوز لزوجها أن يجامعها إلى أن تكمل 40. الصحيح أنه ليس مشكوكا فيه، لأنه دم عاد في وقته فيعتبر نفاسا، هذا هو الصحيح. نعم. وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب، وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب، كما ذكرنا فيما سبق، فيما يحل، فيما يحل لها من استمتاع زوجها بها بدون الوطئ في الفرج، وفيما يحرم وهو الوطئ في الفرج، فلا يحل لزوجها أن يطأها في الفرج وهي نفسة، وفيما يجب عليها وهو قضاء الصيام إذا انتهى نفاسها واغتسلت، وكذلك فيما يجب عليها من الاغتسال عند انقطاع الدم، كل هذه واجبات فيما يحل ويحرم ويجب. نعم. غير ويسقط غير العدة والبلوغ، وفيما يسقط عنها، هو مثل مثل الحيض، فيما يسقط عنها من الصلاة والصيام أيام الحيض، غير العدة والبلوغ، فإن العدة تنتهي بوضع الحمل، إذا طلقت وهي حامل فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل،
لا بتمام النفاس، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وغير البلوغ لأن من علامات البلوغ الحيض، أما النفاس فليس من علامات البلوغ لأنها تعتبر بالغا في الحمل لا في النفاس، لا في الوضع والنفاس، تعتبر حاملا تعتبر بالغا إذا حملت. نعم. أي وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. نعم كذا يا شيخ. نعم. وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ. نعم. وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. إذا ولدت المرأة توأمين يعني مولودين جميعا، فأول النفاس يبدأ من التوأم الأول، من وضع التوأم الأول، ونهايته أيضا من بداية التوأم الأول لا من بداية التوأم الثاني، العبرة بالأول. فإذا ولدت مولودا بدأ النفاس، وإذا ولدت الثاني فإن العبرة بالأول، بداية النفاس من الأول، وكذلك تحسب النهاية من الأول. هذا معنى قوله بداية النفاس وآخره من أولهما، يعني من أول التوأمين، من أول وضع التوأمين، لأنه يصدق عليه أنها ولدت. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، في نهاية لقائنا نشكر لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان، ونشكر لكم حسن استماعكم، ونسأل الله لنا ولكم أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. ولكم في النهاية تحية من زميلي في هندسة الصوت مشعل الدهيش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.